قال المبعوث الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي في تقريره لمجلس الأمن أن الرئيس السوري بشار الأسد قبل وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن يصدر الإعلان النهائي في وقت لاحق. في غضون ذلك ذكر التلفزيون السوري أن سيارة ملغومة انفجرت في جنوب دمشق، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 شخصا آخرين. أعلن المبعوث الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي في كلمته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمجلس الأمن الدولي أن الرئيس السوري بشار الأسد قبل وقف إطلاق النار أثناء عطلة عيد الأضحى، وأضاف أنه من المتوقع أن يصدر الإعلان النهائي في وقت لاحق. وأكد الإبراهيمي للمجلس أنه يحتاج دعم قوي وجماعي لتحقيق الهدنة. ونقل دبلوماسي حضر الاجتماع عن الإبراهيمي قوله أن فشل التسوية سيؤدي إلى تصعيد النزاع وانتشاره إقليميا. وفي وقت سابق أعلن الإبراهيمي من القاهرة موافقة الحكومة السورية على اقتراحه بوقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى. وأكد الإبراهيمي موافقة بعض المجموعات المسلحة أيضا على المقترح. وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الجامعة العربية بعد عودته من دمشق إن نجاح المبادرة التي أطلقها لإغرار هدنة بين الأطراف المتنازعة في سوريا يمكن أن يشكل قاعدة للبناء عليها ومناقشة وقف إطلاق النار لمدة أطول ضمن عملية سياسية متكاملة. أنا حاب أقول لكم فقط على أنه بعد الزيارة هذه اللي قمت بها إلى دمشق في موافقة من الحكومة السورية على وقف إطلاق النار أثناء فرصة العيد، وأعتقد أنه سيصدر عنهم بيان إما اليوم أو غدا بذلك. الأطراف الأخرى في داخل سوريا اتصلنا ببعض منهم الذين تمكننا من الاتصال بهم، زعماء المجموعات المقاتلة، ومعظمهم أيضا قابل مبدأ وقف إطلاق النار. إذا نجحت هذه المبادرة المتواضعة نأمل أن نتمكن من البناء عليها من أجل الحديث عن وقف إطلاق النار يكون أمتن وأطول، ووقف هذا لازم يكون جزء من عملية سياسية متكاملة. شكرا جزيلا لكم وعيدكم مبارك. ورفض الإبراهيمي الإفصاح عما إذا كان سيتم إرسال مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار عقب إبرام الهدنة. من جهة أخرى أيدت موسكو على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين خطة الإبراهيمي لوقف إطلاق النار خلال العيد، وأكدت تشوركين سعي بلاده لدعم الإبراهيمي. وأدلى السفير الصيني لي باو دونج بتعليقات مماثلة مشددا على ضرورة إدراك جميع الأطراف لأهمية السلام والاستقرار. على صعيد آخر نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس أركان القوات المسلحة الروسية الجنرال نيكولاي ماكروف قوله أن بعض المجموعات المسلحة السورية حصلت على صواريخ أرض جو محمولة متطورة بما فيها صواريخ ستينجر أمريكية الصنع.